كانت علاقتك ايه باللعيبه كاسريه؟ والله يا كابتن مصطفى انا ما فيش لعيب زميلي ما دخلتش بيته. دخلت بيتك طبعا، حسن حمدي، كابتن محمود، صفوت، فتحي، بقول لك ما فيش لعيب ما دخلتش بيته. وبعدين دخلت في سته فريق مرتجي، كابتن صالح، يعني مش عايز اقول لك حتى رؤساء النادي دخلت بيوتهم. ليه؟ انا بحكم عملي يا كابتن مصطفى كنت برضو ان انا بحاول ان انا اتقرب لكل الناس دي. ليه؟ لانه انا عملي كان انا مهندس الكترونيات، تعرف ما دي لسه هتكلم فيها، دي هتكلم عليها. دخلت بيوتهم ليه؟ اللي عنده حاجه عايز يشوفها، اللي عايز يظبط التلفزيون، اللي عايز يظبط كذا، اللي عايز، كنت متوجه عند الاريا اللي فوق عبد الصلاح. انا فكره بس انا عايز اقول للساده المشاهدين، شطه اول لاعب موجود فيك يا مصر، او اول واحد دخل الفيديو اليوماتيك. يا خبر ابيض، الفيديو اليوماتيك ده هو كانت شرايط صغيره جدا وياخدوا ينسخوا منه شرايط كبيره. انا ليه عند شطه مديله 400 شريط؟ انا بقول قدام حضراتكم مش 400 والله، 20 واحد، 20 كرتونتين بس. لا 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 معلش، طيب ماشي، مديله 400 شريط. الكلام ده بقى لنا حوالي 8 سنين او 9 سنين لحد هذه اللحظه. يقول لي نسيتهم في العربيه، نسيتهم في البيت، ما شفتش منه صراحه فيهم حاجات حلوه قوي. فكان بيذلنا عشان يدينا ماتش او جزء بسيط من اي ماتش من الماتشات. انت ايه رايك في السوشيال ميديا؟ تحبها؟ والله يا مصطفى دي مزعجه جدا حقيقه. شطه كان من ظالم ولا مظلوم فيها؟ السوشيال ميديا. لا في السوشيال ميديا نفعت جيلنا كله، الناس عرفته. لانه لولا السوشيال ميديا كان كانت يعني كانت جرايد محدود، كانت جرايد. كنا انا لحد دلوقتي بجيب الجرايد القديمه الاقيها نازله في الميديا كمان، يعني الميديا نفسها نزلت الجرايد القديمه. فبالتالي انا بعتقد انه السوشيال ميديا دي وثقت تاريخنا وجابت حاجات زي الحاجات دي كلها موجوده في الميديا. فبالتالي انا بعتقد انها خلت الجيل بتاعنا على الاقل يبقى معروف للناس كلها، ودي حاجه مهمه جدا. يعني برغم انه لها مساوئ طبعا، انك انت دلوقتي كل حاجه عايز تشوفها في الميديا، حتى التلفزيون مع الناس بنشوفه. نعم. ما بيروحش سينما طبعا، ما بيروحش مسارح، كل حاجه بقت في ايديك دلوقتي. كل حاجه انت دلوقتي، انا يوديني المسرح وانا اقدر اشوف كل حاجه في ايدك. فبالتالي السوشيال ميديا دي يا كابتن مصطفى، هل السوشيال ميديا تاثر على الرياضيين وعلى رؤساء الانديه وعلى المدربين ان يغير فلان ويمشي فلان ويقعد فلان؟ بالتاكيد قلبت الحكومات يا كابتن مصطفى. طب ازاي نسيطر على الحاجات دي؟ والله صعب. السيطره انك انت عندك طبعا دلوقتي الحاجات دي كلها بتخضع كمهندس الكترونيات بقى. دلوقتي يا كابتن مصطفى بص، في حاجات دلوقتي موجوده انك انت ممكن تروح توقف وتقفل حاجات في الفيسبوك. في سيطره عليها، زمان ما كانش في سيطره عليها. من مين بقى؟ مين اللي سيطر عليها؟ الدوله؟ الدوله. لانه في حاجات كتير قوي دلوقتي ممكن تخش تعرف الحاجات، تقلب الراي العام كمان. وتقلب الراي العام، عشان كده بقول لك دلوقتي اصبحت الامور دي ليها جهاز رقابي خاص موجود في الدوله. ودي حاجه مهمه جدا عشان ما هنا بقى دي طبعا انا اول واحد جبت الكاميرا. بص الكاميرا عامله ازاي؟ انت كنت بتصور افراح ولا بتقول بتصور افراح؟ اقول لك على حاجه، انا صورت فرح كابتن حسن حمدي. بجد صورته بالكاميرا 8 مللي، قفل 8 مللي، محدش يعرفها دي. صغيره قد كده. ورحت عملت له الفيلم بتاعه على السي دي ودي في دي في 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 سويسرا.